احتفالات واسعة ابتهاجا بالعيد الوطني 62 لثورة 26 من سبتمبر. الرئيس العليمي يوجه خطابا للشعب، واللواء العرادة يستقبل رئيس الوزراء في مأرب. تعز توقد شعلة العيد 62 لثورة 26 من سبتمبر. فعاليات ومهرجانات طلابية وشعبية وعسكرية تستحضر عظمة الثورة وتضحيات أبطالها. الفريق علي محسن الأحمر، ثورة 26 من سبتمبر لحظة فارقة ترسخ كل بل تترسخ كل يوم في ذاكرة ووجدان اليمنيين الأحرار. الفريق محسن يدعو إلى تعزيز اللحمة الوطنية ويؤكد أن الأمل يلوح في الأفق مع تنامي الوعي الشعبي بالثورة المجيدة. رئيس الإصلاح يلتقي السفير الأمريكي ويجدد دعم الحزب لجهود السلام الشامل والمستدام وفقا للمرجعيات. اليدومي ميليشيا الحوثي تصر على إفشال جهود السلام وتسعى لإطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة اليمنيين.